سي وراد عباس مساء الخير. مساء الخير. جريدة ليزيكو سيدي بلعباس، اليوم راكم اجتمعتوا هنا في الاجتماع، وش هو الموضوع؟ الموضوع اللي اجتمعنا فيه اليوم ونوروا هذا الاجتماع رؤساء الأحياء مدينة سيدي بلعباس بالأغلبية باش نشوفوا النقاط السوداء اللي هي في مدينة سيدي بلعباس اللي المواطن اليوم راه يعاني فيها، وهذا يعني لصالح كل مدينة سيدي بلعباس. احنا ذكرنا غادي نخدمه ببرنامج اللي غادي نخرجوا به، وهو يعني نحسوا السكان مدينة سيدي بلعباس لنظافة مدينة سيدي بلعباس، ولكن السلطات المحليين لازم يوقفوا معنا، وغادي نتصلوا بهم باش نديروا اجتماعات ونخرجوا بقرار نهائي على هذه المدينه. مدينتنا احنا ما عندنا وين نروحوا من مدينه سيدي بلعباس، وما كانش اللي قد يحوزنا من مدينه سيدي بلعباس. واش تم النتائج اللي خرجتوا بهم اليوم في هذا الاجتماع؟ القرار النهائي تاع رؤساء لجان الاحياء، وهو يعني كوننا 11 يعني عضو لتكوين ان كورديناسيون. Cette coordination va travailler dans le but de saisir toutes les autorités, que ce soit élues ou administratives, باش نروحوا نوصلوا للهدف، وهو اللي الدوله راها تطلب منه، وحنا نؤيدوا الدوله، تأييد الدوله يعني والوصيه، وهو حفاظ على الوطن. والسلام عليكم. Est-ce qu'on vient d'assister à la naissance de la Coville de Sidi Belabbas? Oui. Vous avez assisté à la Coville de la ville de Sidi Belabbas et vous allez voir d'autres surprises, Inch'Allah. Merci. Ben Gourid Saïd, رئيس جمعية الإمامة مية مسكن. اليوم لبيت الدعوة مع أخوتي هنا بنتكلم على الكارتي تاعي ونتكلم على الولاد سيدي بلعباس، بنردوا العزة والكرامة لهذا الولاية وهذا الوطن اللي ماتوا عليه مليون ونصف مليون شهيد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شادي أحمد، رئيس جمعية جيلان اليابس من حي السيس. اليوم الجمعيات توحدنا من أجل هدف واحد، ألا هو لا كورديناسيون، ونحوسوا على مدينة سيدي بلعباس تكون موحدة. مرسي زكوان أحمد، دو سولونجمون من عودة. رانا اجتمعنا اليوم مع السادة، مع خوتنا هنايا، باش الله نديرو ان بيرو دو كورديناسيون، وانترو طون نقو بلعباس تاعنا اللي راها مسخة. بكري كانت بلعباس تسموها بتي باري، اليوم راها بلعباس ما تنجمش تخيلها كي راها دايرة. يعني مادا بينا يكونوا التيراريست معنا واقفين، وحنا رانا واقفين ان شاء الله بإذن الله، ونفرحوا بلعباس تاعنا ونفرحوا شعبنا اللي راه ساكن في سيدي بلعباس. والسلام عليكم. طلحة عباس، بريزيدون دو لاسوسياسيون تاع سيتي بومبيري 17 اكتوبر. اليوم اجتمعنا هنا نديرو لا كورديناسيون باش نتفاهمو، باش نناقشو شويه سيدي بلعباس، وباش نقفو شويه مع المدينه تاعنا اللي سمحوا فيها بزاف بزاف بزاف. يعني الحاله تدهورت بزاف سيدي بلعباس، لازمنا نوقفو باش ننظفو هاد المدينه، ونوحدو هاد الشبيبه، ونوحدو هاد البلاد، ونظفوا مليح مدينة سيدي بلعباس، نعطوها ليماج تاعها تاع بتي باري. بسم الله الرحمن الرحيم. شادي أحمد، رئيس جمعية جيلان اليابس من حي السيس. اليوم الجمعيات توحدنا من أجل هدف واحد، ألا هو لا كورديناسيون، ونحوسوا على مدينة سيدي بلعباس تكون موحدة. مرسي زكوان أحمد، دو سولونجمون من عودة. رانا اجتمعنا اليوم مع السادة، مع خوتنا هنايا، باش ان شاء الله نديرو ان بيرو دو كورديناسيون، وانترو طون نقو بلعباس تاعنا اللي راها مسخة. بكري كانت بلعباس تسموها بتي باري، اليوم راها بلعباس ما تنجمش تخيلها كي راها دايرة. يعني مادا بينا يكونوا التيراريست معنا واقفين، وحنا رانا واقفين ان شاء الله بإذن الله، ونفرحوا بلعباس تاعنا، ونفرحوا شعبنا اللي راه ساكن في سيدي بلعباس. والسلام عليكم. طلحة عباس، بريزيدون دو لاسوسياسيون تاع سيتي بومبيري 17 اكتوبر. اليوم اجتمعنا هنا نديرو لا كورديناسيون باش نتفاهمو،
باش نقفوا شويه سيدي بلعباس وباش نقفوا شويه مع المدينه تاعنا اللي سمحوا فيها بزاف بزاف بزاف. يعني الحاله تدهورت بزاف سيدي بلعباس، لازمنا نوقفوا باش ننظفوا هذه المدينه ونوحدوا هذه الشبيبه ونوحدوا هذه البلاد ونظفوا مليح مدينه سيدي بلعباس، نعطوها ليماج تاعها تاع بتي باري. الرحمن الرحيم، نائب رئيس الحي 1500 ساكن. اللقاء اليوم مدى بينا جمعنا كاع احنا اخوه رئاسه الاحياء والكورديناسيون، مدى بينا احنا نكونوا مع الكورديناسيون هذه هي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سي سلامي طيب، رئيس الحي 1500 سكن. الاجتماع تاع اليوم كان محاضره باش نخمو في لا بريباراسيون تاع الكورديناسيون اي اون ميم طون بور ديسكوتي تو لي بروبليم كونسيرنون لا فيل دو سيدي لاباس. وكانت لقاء له بيناتنا وتوحشنا بعضنا بعض، والله يوفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الجمعيه 270 مسكن بن عائشة قضاء. اجتمعنا باش نديروا الكورديناسيون، والمبادره اللي اجتمعنا عليها باش نقول سيدي بلعباس راه مصحف. سي تمار مساء الخير. مساء الخير. تمار مصطفى، سون دو لوجمون ام جي اتش وي ميتويال دو لوربانيزم. اجتمعنا باش نديرو اون كورديناسيون، وجهنا روحنا لسيدي بلعباس باش نقيوها باش نعطيوها وجه مبارك. شكرا. حرم بن عبد 380 لوجمون حي احمد زابانا اون بارونتيز سوريكور. صح. حنا رانا قابلين هذا الاجتماع باش نديرو اون كورديناسيون في رحبه ونقعدوا في رحبة دائما، واللي يخرج منا مسؤول تاع هذه الكونديناسيون انا قابلينه، والجماعه اللي داروها جماعه انا اللي قابلها تماما. سمعني قابلها تماما، وانا ما نخش من الجماعه بالساره ولا بالضاره، سواء بوزيتيف ولا توجور مع الجماعه.